بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم، ان شاء الله يكون ترم كده جميل والماده تبقى بسيطه وسهله. احنا هنبقى مع بعض ان شاء الله في ماده قوانين الاتصالات، وطبعا دي ماده انا في تقديري انها مهمه جدا، وكويس قوي ان الكليه والجامعه يعني ايه اهتموا بتدريس هذه الماده، علشان رغم ان هي ممكن في الاول كده تقول ملهاش صله قوي بالهندسه وقوانين وكده، لكن مهم قوي ان شاء الله بعد ما تتخرجوا وتبقوا من احسن وكبار المهندسين لازم تبقوا عارفين النظام القانوني اللي بيحكم قوانين الاتصالات اللي انتوا هتشتغلوا في هذا المجال باذن الله فيها، لان طبعا الموضوع ده موضوع مهم جدا يتعلق اولا ايه الدور اللي بتقوم بيه وزاره الاتصالات، ايه الدور اللي بيقوم بيه الان تي ار اي اللي هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وايه دور الشركات مقدمه خدمه الاتصالات، وطبعا دورنا احنا كمستخدمين لهذه الخدمه من خدمات الاتصالات بصفه عامه اشكالها وانواعها، وكل الاجراءات اللازمه عشان اشتغل انا كمهندس في مجال الاتصالات وبفهم الدنيا حواليا ماشيه ازاي، لابد ان انا اطلع واعرف اللي موجود في قوانين الاتصالات. طيب بدايه لازم نعرف ان الاتصالات او خدمه الاتصالات هي من الخدمات الأساسية اللي لابد ان الدولة توفرها للأفراد في المجتمع، والخدمة الأساسية وفقا للقانون العام تدخل ضمن مفهوم المرافق العامة. واحدة واحدة كده نفهم مع بعض الموضوع ده عبارة عن ايه. المرفق العام ده عبارة عن ان مشروع الدولة بتقوم بيه، الدولة هي اللي تقوم بيه عشان توفر من خلاله خدمة أساسية لأفراد المجتمع. زي ايه؟ زي توصيل الكهرباء. توصيل الكهرباء او الكهرباء ده مرفق عام، لازم كل واحد فينا وفقا للدستور لازم كل واحد فينا تصله او يصل التيار الكهربائي، او الدولة توفر له توصيل التيار الكهربائي. ايضا مرفق المياه، يبقى انا لازم توصلني المياه العذبة في المكان اللي انا ساكن فيه او بشتغل فيه. نفس الحكاية مرفق الصرف الصحي، نفس الحكاية مرفق الطرق والكباري. الحاجات دي ما بتعملهاش شركات خاصة بحسب الأصل، اللي بتعملها هي الدولة عشان توفر بيها خدمة أساسية لأفراد المجتمع، لأن لازم يوصلني كهرباء ومية ويكون عندي في شبكة صرف صحي وعندي برضو شبكات الغاز وهكذا. الفكرة الأساسية من هذا المرفق العام هي ان الدولة هي التي تقوم بتقديم هذه الخدمة للأفراد زي ما قلت لحضراتكم. مع التطور الذي حدث وأصبحت عندنا في العالم كله، أنا أتحدث عن مصر فقط، بقت في شركات قوية جدا ولديها من القدرات ان هي توفر هذه الخدمات الاساسيه للافراد، شانها شان الدوله. كان دايما ينظر الى ان المشروعات الكبرى ما يقدرش حد يقوم بيها الا الدوله، وكان من ضمنها زي ما قلت لحضراتكم المشروعات الخاصه بالمرافق العامه. دي يقول لك دي عايزه دوله مش عايزه فرد يقدر يقوم بيها، او شركه خاصه او الى اخره.
ومع ذلك تطور الأمر وأصبحت هناك شركات تستطيع أن تقدم هذه الخدمات على أعلى مستوى، بل وتوفرها بنفس القدرة اللي ممكن كانت الدولة توفرها بيها. من هنا جاءت الفكرة دي إلى مصر في سنة 1998. قبل هذا التاريخ كانت خدمة الاتصالات شأنها شأن خدمة توفير الكهرباء والمياه العذبة والصرف الصحي زي ما قلت لحضراتكم كده. الدولة هي المهيمنة على تنظيم هذه الخدمة وتقديمها للإيه؟ للجمهور. وكان في حاجة اسمها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ودي اللي كان مقرها في شارع رمسيس وسط البلد، يمكن دلوقتي بقت الشركة المصرية للاتصالات، لكن هذا هو المقر للهيئة العامة أو الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. دولة، مادام قلنا هيئة عامة يبقى دولة، أو هيئة قومية برضو دي دولة، هي التي كانت تقدم خدمة التليفون الثابت وخدمة التلغراف وبعض الخدمات الاتصالات البحرية ما بين السفن ومحطات الأرضية، وهو ده كان يمكن حدودها، بالإضافة طبعا إلى إنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات. بين قوسين جميع السنترالات اللي في مصر كلها أنشئت من خلال هذه الهيئة، الكوابل التي تم مدها واتحفر في الأرض عشان نوصل بيها، كل ده مملوك للهيئة، وكانت بتقدم زي ما قلت لكم كده خدمة ايه؟ التليفون الثابت والتلغراف وبعض الخدمات الاتصالات البحرية، وحاجة محدودة جدا في الاتصالات اللاسلكية. في سنة 98 كانت مصر عايزة تعمل مؤتمر اقتصادي عالمي على أرض مصر، وطبعا المنظمات الدولية قالت والله احنا ما عندناش مانع ان المؤتمر ينعقد في مصر، ولكن لازم مصر يبقى عندها تليفون محمول علشان هذا المؤتمر يتم نجاحه ويبقى له فعاليته فعلا، لازم تكون مصر عندها تليفون محمول. طيب هنا يعني هنجد ان احنا قصاد مفاجأة، الدولة ما كانتش عندها استعداد لانها يعني تقيم شبكات التليفون المحمول وتقدم خدمة التليفون المحمول في وقت ضيق جدا، خاصة زي ما هنعرف بعد كده ان شبكة التليفون المحمول هي شبكة لاسلكية طبعا، وهتشتغل على حيزات ترددية. طب الكلام ده هنوفره ازاي وهنعرف نقدمه بالطريقة المناسبة ولا لأ، وايه الحيز الترددي اللي يشتغل على المحمول، وايه الحيز الترددي اللي يشتغل على البث المسموع والمرئي بتاع الإذاعة والتلفزيون، والقصة دي كلها ما كانتش واضحة الوضوح اللي هي واضحت عليها دلوقتي. كان كل الكلام ده لسه ما فيش، هو كل التصور التليفون السلكي اللي هو الفيكست وخلاص، والتلغراف بيشتغل بنظام المورس اللي حضراتكم كلكم عارفينه. طيب هنا بقى جاءت الفكرة ان لابد من ان احنا نخرج عن مفهوم ان المرفق العام لابد ان تديره الدولة، لابد ان تقدم الخدمة به منه من خلاله الدولة فقط، لأن الدولة في سنة 98 ما كانتش جاهزة إلى أنها تقدم خدمة التليفون المحمول. لكن المؤتمر الاقتصادي له أهميته، فجاءت الفكرة آنذاك أن ما فيش ما يمنع
ان احنا نخرج من عباءة ان الدولة تقدم خدمات الاتصالات وحدها دون غيرها، بل على العكس من ذلك لابد ان الدولة هنا هنقسم الموضوع الى قسمين، قسم يتعلق بتنظيم مرفق الاتصالات وده لابد ان يسند للدولة، والقسم الاخر يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وهنا مش لازم ان انا التزم بشرط الدولة في عملية تقديم هذه الخدمات. ليه؟ لان اتضح لي ان حاجة زي التليفون المحمول انا كدولة انا ذاك وقتها ما كنتش اقدر ان انا اقوم بهذا المشروع، بينما علمت ويعني وتأكدت ان هناك شركات خاصة عملاقة موجودة في اوروبا واسيا وتقدم هذه الخدمة على اعلى مستوى. فعلشان اتحرك هذا التحرك لابد ان اهيئ الطبيعة التشريعية او القانونية لقطاع الاتصالات او لمرفق الاتصالات، بحيث انها هذا المرفق يعمل بالطريقة اللي قلت لحضراتكم عليها، وهو انفصال تنظيم المرفق عن تقديم الخدمة. وعلى ذلك صدر قانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات. وطبعا هنا عشان الصورة تبقى واضحة، انتوا عارفين الشركات المساهمة او الشركة المساهمة دي او الشركات الخاصة انواع، في شركة التضامن، في شركة المحصة، وفي شركة التوصية بالاسهم، دي كلها عبارات او الفاظ يعني موجودة في القانون التجاري او قانون الشركات اكتر. وفي ايضا شركة المساهمة. يعني ايه شركة مساهمة؟ يعني مجموعة من الافراد او من الاشخاص الاعتبارية ممكن العامة او الخاصة بتكون فيما بينها رأس مال علشان توظفوا في عمل معين او نشاط تجاري معين. فكل شخص من هؤلاء الاشخاص بيساهم بمبلغ معين، عشان كده جت كلمة ايه شركة المساهمة. انت مساهم في هذه الشركة، يبقى اذا انت مالك لها بقدر سهمك او بقدر مساهمتك فيها. فانا ساهمت بعشرة في المية، يبقى انا املك في الشركة 10%. يبقى هذا هو المفهوم لايه؟ للشركة المساهمة. شركة المساهمة عملها عبارة عن في هناك ما يسمى بالجمعية العمومية. يعني ايه جمعية عمومية؟ يعني هي الوعاء الذي يضم كل المساهمين، ودول بيتواجدوا ويبقى لهم صوت في اي حاجة تتعلق بالشركة. فدي الجمعية العمومية للشركة المساهمة، ومعها في حاجة اسمها مجلس الإدارة. الشركة الجمعية العمومية او المساهمين هم اللي بيختاروا مجلس الإدارة. اتصور ان كده يمكن فكرة شركة المساهمة وضحت لحضراتكم. طيب انا عندي الهيئة القومية للاتصالات السلكية، هتبقى شركة، طب فين المساهمين هنا؟ قالك المساهمين هتبقى الدولة، يعني هذه الشركة لان هي اصلا مملوك، الهيئة دي مملوكة للدولة، فهتبقى الدولة هي هتبقى ايه؟
المالكة لأسهم هذه الشركة، وحنفتح باب الاكتتاب للجمهور، وأي شخص يحب أنه يساهم في هذه الشركة هنبيع إحنا أسهم. وفعلا تم هذا الأمر، وبيعت 20% من الأسهم هذه الشركة بعد ما تم تقييمها للجمهور. فبقى هناك أشخاص عادية طبيعية مع الدولة باعتبارها إيه؟ شخص اعتباري عام. وتكونت الشركة من الناحية الفعلية، لكن بقي الدور التنظيمي للدولة. طب ده هنعمله ازاي؟ ده هنجيبه منين؟ في المادة 12 من هذا القانون اللي هو قانون 19 لسنة 1998، اسمه كده بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى شركة مصرية للاتصالات. في المادة 12 قال لك ينشأ مرفق عام أو جهاز للمرفق للاتصالات يسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اللي هو متعارف عليه حاليا بالانتي ار اي، اللي هو ناشونال تيليكوميونيكيشن ريجوليتور اوثوريتي. يبقى انا انشات هنا هيئه جديده، بس هيبقى ليها دور محدود، وهو ايه؟ تنظيم قطاع الاتصالات. يعني ايه تنظيم قطاع الاتصالات؟ يعني هذه الجهة الجديدة او هذا الجهاز الانتي ار ايه هو الذي سيصدر تراخيص. يعني النهاردة اي شركة او اي شخص عايز يقدم خدمة اتصالات ما يروحش كده من تلقاء نفسه يبني الابراج ويمد الشبكة ويحط اللي يوصل التيار الكهربائي وكل ده من غير لما يكون معاه ترخيص. بكده لازم يبقى فيه ترخيص علشان تقدم خدمة الاتصالات. فأنشئ هذا الجهاز أو الانتي ار اي لهذا الغرض، انه يرخص بقى لشركات. طب الشركة اللي انا انشأتها بموجب هذا القانون وهي الشركة المصرية للاتصالات دي موقفها ايه؟ هنا القانون اعتبرها شيء من ضمن الشركات الخاصة. خلي بالنا من الكلمة دي قوي، رغم ان من اول وهلة تقول والله الله، طب ما دي الغالبية للأسهم فيها للدولة، فمن الطبيعي او من المنطقي انها تكون من ضمن الشركات او المؤسسات العامة. لا، هي شركة من الشركات التي ينطبق عليها قانون الشركات الخاصة اللي انا قلت لحضراتكم عليها، زي شركة التضامن والمساهمة والمحاصة والتوصية بالأسهم والحاجات دي كلها. يعني هنا مفيش قوانين مجلس الدولة بقى والقضاء الإداري في العلاقات أو في حالة وجود خصومة أو بتاع، لا ده أنا هروح للقضاء المدني عادي. طب دي هعمل لها إيه؟ هديها ترخيص، ولكن زي ما هنعرف بعد كده بداية من 2006. يعني هي فضلت لغاية نهاية 2005 بهذا المفهوم الخاص، وهي معفاة من أي التزامات مالية تجاه الدولة، لأن هي الدولة أصلا بس تحولت إلى شركة. بس لازم أخليها على نفس القدر من المساواة زيها زي الشركات الاخرى اللي انا هرخص لها كانتي ار اي. ما هو الانتي ار اي مش الدنيا مش هتقف بس على
الشركة المصرية للاتصالات أو الهيئة السابقة، لا ده أنا هنا عايز أتوسع في خدمات الاتصالات، وأنا أيقنت بأن قدرة الدولة على هذا التوسع في هذا الوقت كانت محدودة جدا، بينما بنسمع على شركات عملاقة زي ما هنعرف بعد كده وجاءت بالفعل إلى مصر، فودافون وفرانس تيليكوم وكلام دي شركات بقاول، وبريتش تيليكوم ودويتش تيليكوم، كل دول دي شركات بقى تستطيع انها تقدم خدمات الاتصالات الجديدة اللي انا كدولة ما كنتش قادر ان انا احاط علما بها علما كافيا بحيث ان انا اقدم الخدمة. طب دول انا هجيبهم ازاي؟ هجيبهم بموجب الترخيص ده بقى. هعلن واقول والله انا عايز شركات تقدم لي خدمة التليفون المحمول. وبالفعل وفي نفس العام في 98 جاءت شركتين، وقتها كانت الشركة اسمها موبينيل والشركة الثانية اسمها كليك، وتقدموا بطلب علشان هيقدموا خدمة التليفون المحمول ويسمح لهم بقى ببناء الشبكات الخاصة بالتليفون المحمول. طبعا وقتها برضو الدنيا ما كانتش واضحة انها هتتطور بنفس التطور الذي وصلت اليه الان. يمكن انا عاشرت شوية الفترة دي، وكان الحديث مع كل شركة من الشركتين اللي قلت لحضراتكم عليها ونديول ان انت لو هيبقى عندك 100,000 خط ده انت هتبقى يعني ايه مسكت السماء بايديك، لان كانت النظرة وقتها للتليفون المحمول ان ده نوع من انواع اللاكشري او الرفاهية، يعني مين ده اللي هيجيب تليفون محمول ويحطه في جيبه؟ وقتها الزمن بتاعنا يعني فكرة ان يبقى فيه في يوم الايام واحد ماشي وفي جيبه تليفون مسألة مستحيلة، لان التليفون هو ده السلكي اللي موجود في البيت عندنا وفي المكتب والاخر، لكن محدش هيفكر ان كان هيبقى فيه تليفون محمول. جاء التليفون المحمول، وكان وقتها التجاوب ما بين الافراد وبين انك عندك تليفون محمول او تحصل على تليفون محمول مسألة كانت لسه مش واضحة، وكانت الناس تخشى انها تقبل عليها، خاصة ان برضو وقتها كانت المسألة دي غالية قوي علشان تشترك في خط تليفون محمول تدفع 2000 جنيه او 3000 جنيه عشان يبقى عندك خط. دلوقتي ما بتدفعش حاجة، تروح تجيب الخط على طول وكده طيب علشان اجيب العدة نفسها بكام؟ كانت برضو بمبلغ وقدره، خلوا بالك بقى نتكلم على بداية 2000 كده لما ابتدت العملية تشتغل، يعني كان طبعا المبالغ دي لها قيمتها غير دلوقتي طبعا. فكانت عدة النوكيا دي يا سلام، عشان تجيبها من دول الخليج بمبلغ وقدره، فده مسألة برضو ايه غالية. حاجة التالتة دية المكالمة كانت بجنيه ونص، وده مبلغ كبير قوي، يعني اتكلم دية المكالمة تحسب عليها بجنيه ونص، وفعلا كان العدد بسيط. سبحان الله بقى الدنيا تطورت واصبح التليفون المحمول دلوقتي هو كل حاجة في الاتصالات تقريبا بنسبة قد تصل الى 80% فيما عدا كده بقى الكمبيوتر او
اللابتوب والحاجات دي كلها. لكن مع هذا التطور سبحان الله برضو الحاجات دي كلها الغالية دي رخصت بقى دلوقتي. سهل قوي انك انت تروح تحصل على خط تليفون محمول مبلغ زهيد، دية المكالمة لا تزيد عن 15 قرش، ويمكن في الباقات والحاجات دي كلها نزلت قوي. لسه التليفون غالي زي ما هو، لكن انواعه كتيرة، مش ضروري تجيب الغالي وتجيب الرخيص ويؤدي برضو الغرض. يبقى إذن فكرة أن يتحرر المرفق العام فيما يتعلق بالاتصالات عن سيطرة الدولة السيطرة التامة، هذه الفكرة تمت فقط في الاتصالات وقتها، وكانت فكرة سباقة وجميلة جدا، لدرجة ان المرافق العامة الاخرى زي المياه والكهرباء والصرف الصحي والحاجات دي كلها بدأت تفكر هي كمان في ان يعني ايه بقى الدولة تقوم بكل حاجة هنا، طب ما انا برضو اجيب شركات خاصة وتقدم الخدمة دي، خاصة برضو عشان احقاقا للحق. هذه الفكرة اول من جاء بها وقام بتطبيقها رئيسة الوزراء الانجليزية اللي اسمها مارجريت تاتشر، هي دي اول واحدة فكرت يعني ايه الدولة يبقى عندها السكة الحديد. لا، السكة الحديد نجيب شركة. طب البريد؟ لا، بريد مش ضروري الدولة، شركة. وهكذا. والفكرة دي لما طبقت بدأت فعلا المرفق ده يتحسن وضعه ويبقى فيه ايه افضل حالا من ما كان عليه لما كانت الدولة هي التي تسير هذا المرفق وحدها دون غيرها. يبقى فكرة فصل الخدمة عن تنظيم المرفق دي فكرة جاءت في سنة 98 والدولة طبقتها في قطاع الاتصالات، وبعد كده بدأت ايه المرافق الاخرى تحذو حذوها في هذا الاتجاه. طيب الانتي ار ايه مش هيدي بس ترخيص للمحمول، لا ده هيبتدي يدي بقى ترخيص لايه لخدمات اخرى، زي مثلا خدمة تليفون كباين الشوارع ده ما كانش موجود وقتها، خدمة الكروت اللي هي البري بيد كولين كارد اللي هي كروت الخدش بيسموها المنزلية كانت وقتها موجودة كخدمة، خدمات تانية كثيرة طبعا على رأسها الانترنت، خدمة الانترنت والانترنت الدولي والانترنت بقى الداخلي وهكذا، والارضي والمحمول وكل ده يدخل ضمن مفهوم الخدمات. والخدمات دي بقى مع تطور بقى التكنولوجي في الاتصالات ابتدت تزيد بشكل يعني ايه يعني ما نقدرش نحصرها، يعني حتى وصلنا دلوقتي الحديث عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وده يعتبر برضو من ضمن خدمات الاتصالات، لان في وسيلة اتصالات الذكاء الاصطناعي ده بيشتغل من خلال وسيلة اتصالات، فيدخل ضمن مفهوم خدمات الاتصالات. وطبعا يمكن سمعتوا انتوا عن الذكاء الاصطناعي واهميته وفي الوقت نفسه المخاطر اللي ممكن يأتي بها لو ما قدرناش ان احنا نتحكم فيه. طيب دخولا بقى في المقرر علينا هنا بعد قانون 19 اللي قلت حضراتكم عليها ده، ما كانش كافي هذا القانون عشان ينظم قطاع الاتصالات التنظيم المرجو بعد هذا التحرر او التفكك من المسؤوليات. فجاء القانون 10 سنة 2003
اللي هو ده محل الموضوع بتاعنا، بتنظيم قطاع الاتصالات. هنا القانون طبعا تضمن فيما تضمنه من أبواب كثيرة، لكن بداية وإحنا بنضع هذا القانون، لأن أنا شاركت في وضعه، تبين أن هناك بعض الخطوط التماس اللي بين قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى اللي موجودة في الدولة. يعني مثلا اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الخدمة اللي بيقدمها دي خدمة اتصالات ولا لا؟ هي طبعا خدمة اتصالات. طب هنا اللي هيقدمها او اللي بيقدمها بالفعل هو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، اللي هو دلوقتي اصبح اسمه الهيئة الوطنية للإعلام، وليس الانتي-أري. طب نسيب الكلام ده كده ولا نعمل فيه حاجة تانية؟ طيب ده بالنسبة للبث المسموع والمرئي. طب في خدمات أخرى بتقدم من جهات أخرى، أشهرها طبعا الخدمات المتعلقة بالنواحي العسكرية. يعني عندي سلاح اسمه سلاح الإشارة، وعندي سلاح اسمه الحرب الإلكترونية. طب دول بيشتغلوا برضو في نفس المجال. هنا لابد، وأنت في طريقك لوضع قانون، إنك تضع الحدود الواضحة لاختصاصات هذه الجهات فيما بينها، وتخلي الغلبة دايما للأنتي آر إي، لأن هو ده اللي هيبقى ممثل للحكومة الوحيد في هذا القطاع. بعد ما حولت الشركة إلى شركة خاصة، وبعد ما اديت بقى تراخيص لموبينيل وكليك، وبعد كده بقى اتصالات مصر وهكذا، والدنيا فتحت بقى على كافة الأنواع الخدمات، يبقى أنا عندي الدولة هنا ممثلة فقط في الأنتي آر إي. وأنا عايز أقول لحضراتكم إن دي مسألة لابد إن احنا نحرص عليها، لأن أن يكون الريجيليتور أو المنظم لقطاع الاتصالات هي الدولة. فهنا بتلاقي أن القرار اللي بيصدر بيطبق من خلال كل المرخص لهم، لكن لما تترك الأمر للشركات فقط ده ما ينفعش، لأن الشركات هي أولا وأخيرا طب استأذنك بس ارد على التليفون. معلش اعتذر عن المقاطعة، لكن مسألة كانت مهمة. عودة لان زي ما قلت لحضراتكم ان القانون ده بقى القانون 10 سنة 2003، كان لابد ان هو يضع الحدود دي ما بين الجهات اللي قلت لكم عليها، وكمان عايز يقطع الخلاف بشأن بعض المصطلحات المستخدمة في قطاع الاتصالات، علشان من خلالها يحدد الاختصاصات دي بتاعة كل جهة من الجهات. فبحسب ما جاء بالقانون في جهة 22 مصطلح جديد، او هو مش جديد ولا حاجة، لكن التعريف بتاعه هو اللي جديد، وبناء عليه وضعت هذه التعريف. انا الحقيقة جبت منها 5 فقط، يعني علشان الباقي هيبقى كتير قوي، انما ممكن مع الترم يعني ان شاء الله نشوف التعريف الاخرى. أهم ما في الموضوع إن هذه التعريف وضعت علشان تحسم الخلاف اللي أنا قلت لحضراتكم عليه، وعشان أما أقول إن الموضوع ده موضوع اتصالات محدش تاني يقرب بقى ويدلو بدلوه في هذا المجال.
غير الانتي ار اي. وبعد كده لما انشئت وزاره الاتصالات في سنه 2000، فالقانون 10 سنه 2003 حط تعريف للاتصالات او التليكوميونيكيشنز. قال ايه بقى؟ قال اي وسيله لارسال او استقبال الرموز او الاشارات او الرسائل او الكتابات، خلي بالك بقى، او الصور او الاصوات، او الصور او الاصوات، اي وسيلة هترسل وتستقبل الحاجات دي يبقى ده اتصالات، وذلك ايا كانت طبيعتها، طبيعة هذه الوسيلة، وسواء كان الاتصال سلكيا او لا سلكيا. يبقى اذا البث المسموع والمرئي اللي بيطلع من التلفزيون او من قصدي الاتحاد الاذاعه والتلفزيون ده اتصالات. طبعا لما صدر هذا القانون بالشكل ده، طبعا كل العاملين في هيئه الاذاعه والتلفزيون وقتها قالوا ما ينفعش الكلام ده، طب وازاي واحنا هنشتغل ايه وهنعمل ايه؟ فهنا القانون هنيجي بقى نشوف بعد كده حط قواعد واستثنى منها، من القواعد دي، جهات بعينها، وقال لك والله انت اتحاد الاذاعه والتلفزيون عندك حيز ترددي معين هتشتغل عليه بس فقط علشان خدمات الاذاعه والتلفزيون، لكن ما تخشش على الحيز بتاع المحمول او الحيز بتاع اي جهة من الجهات الاخرى اللي موجودة في خريطة اللاسلك او الراديو، موجات الكهرومغناطيسية لها خريطة، لها حيز الترددي بيبدأ برقم وينتهي برقم، فكل حيز مخصص لخدمة معينة، فانت فقط عملك كاتحاد اذاعة وتلفزيون منصب على الحيز الترددي بتاع البث المسموع والمرئي، واللي بيبدأ برقم كذا وينتهي الى رقم كذا. وده انا عرفته منين، او دي قاعدة جبتها منين؟ جبتها من الاتحاد الدولي للاتصالات اللي هو الاي تي يو. ده في حد تعلم جيدا ان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للاتصالات، دي منظمة دولية مقرها جنيف في سويسرا. عملها الاساسي انه بيحدد الحيزات الترددية واللي بتشتغل عليها الخدمات المختلفة. فالاتحاد الاذاعة والتلفزيون بيشتغل على هذا الحيز الترددي. انت يا اتحاد الاذاعة والتلفزيون مش هتاخد ترخيص من الانتي ار اي، ومش هتدفع مقابل عن هذا الترخيص، ولكن عملك فقط هيبقى عن انتاج الفني والمتعلق بالايه، البث المسموع والمرئي. فكان هنا لابد ان انا اعرف الاتصالات. اتفضل. ما هي ما زالت اسمها الهيئه الوطنيه للاعلام دلوقتي. لا، هو يمكن بس حصل خلط عندك. اللي تحولت من الدولة إلى قطاع خاص أو إلى شركة اسمها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. دي تختلف عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هما جهتين حكوميتين فعلا. لكن واحدة فيهم انتهت شخصيتها المعنوية وانقسمت إلى قسمين. شركة اللي هي الشركة المصرية للاتصالات، والانتي ار اي، الجهه الحكوميه.
لكن بقي الاتحاد الاذاعه والتلفزيون زي ما هو، بس تغير اسمه، بقى اسمه الهيئه القوميه للاعلام، وشغله فقط على انتاج الايه التمثيليات والافلام اللي هي تتعلق بيه شغل الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، يتم بس عبر التلفزيون اللي عندنا. نعم. لا، الانتي اريما ما زالت هي جهه حكوميه، خلاص، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ده، هو ده الجهاز ده اللي بياخد الفلوس من الشركات، زي ما هنعرف بعد كده. انا لما انتي ار اي بيطلع ترخيص لفودافون، بعد كده فودافون طبعا كان اول بدايته اللي هو ال 2G جيل التاني، وبعد كده لما جت شركة اتصالات مصر في 2006 عملوا لها ترخيص بالجيل التاني والثالث، والتاني بيتضمن الاول كمان، فهي لما اخذت الثالث اتصالات مصر ففودافون كان لازم تاخد ايه الجيل الثالث ايضا، بتدفع في كل مره يحصل تجديد للترخيص او بتاخد خدمه جديده بتدفع مقابل للدوله. والان تي ار اي ما يعني ما عندوش هو حساب خاص له يعني للمجموعه اللي تشتغل فيه، لا دي فلوس دوله كلها، ما هو ده الريجليتور وده اللي بيدي الترخيص عشان الشركه تشتغل، لغايه لما وصلنا دلوقتي الى ان متاح دلوقتي ال 5G اللي خدته الشركه المصريه للاتصالات. نعم، ده الشركه ده الهيئه، الهيئه اللي اصبحت شركه اللي هي الشركه المصريه للاتصالات اللي هي دلوقتي اسمها وي. وي غير الانتي ار اي، الانتي ار اي حكومه فقط، لكن وي دي شركه خاصه الدوله بتملك 80% منها. كويس ان انت اتكلمت في الموضوع ده عشان اوضح الحته دي. طب يعني ايه الدوله تملك 80% ونقول عليها شركه خاصه؟ لان هنا الدوله بتساهم في هذه الشركه فقط ولا تديرها. الاداره هتظل نفس الفكره اللي قلت لحضراتكم عليها، جمعيه عموميه ومجلس اداره، خلاص. لكن ال 80% بتوع الدوله على فكره دلوقتي 80 تقريبا اصبحت 60 يعني، لان يعني كل شويه بيتباع من الاسهم. ده عباره عن استثمار، وكان الدوله حاطه فلوسها في بنك. الدولة لما تضع فلوسها في بنك معنى ذلك انها تدير البنك؟ لا طبعا، هي مستثمر، زي ما حضرتك كده بتحط فلوسك في البنك انت برضو مستثمر، شأنك شأنها. فادي ايه التحول الاسهم اللي انت اتكلمت عليه. فالملكية صحيح للاسهم في غالبيتها للدولة، لكن الدولة لا تتدخل، مجلس إدارة هو اللي يقرر، الجمعية العمومية اللي تنتخب، وهكذا. شأنها يعني يطبق عليها ما يطبق على فودافون. يعني النهاردة أنا عندي أربع شركات بتقدم خدمة مثلا التليفون المحمول. فودافون وأورانج والوي وطبعا اتصالات مصر. دول على قدم المساواة في التعامل معاهم، يمكن وي بس هي يعني اخذت ترددات حديثا اللي هي اصلا المصريه للاتصالات، لان هي قبل كده بتشتغل على الترددات بتاعت الشركات الثلاثه التانيين. ف دي مثلا الشركات تيجي مثلا للانترنت، لو شركاته برضو
سواء كان المحمول او الانترنت الارضي اللي هو من اهم وي برضو. خلاص، وهكذا تجد ان شركات المحمول اصبحت دلوقتي هي اللي لها السيادة في تقديم الخدمات وليس في تنظيم المرفق. يعني تنظيم المرفق يعني مين يقول ان انا عايز 3 شركات محمول ولا 4 ولا 5 ولا 2 الانتي ار اي والكلام ده؟ مين اللي يقول ان انا ادخل الجيل الخامس والجيل الرابع ولا ما ادخلوش؟ برضو هنا ايه الانتي ار اي ولهذا الكلام، لان طبعا كل عمليه ادخال للاجيال دي كلها يعني بيبقى لها ساعات مدار معين. بمعنى ان التنظيم هنا مين برضو اللي يقول ان انا عايز خدمة المسارات الدولية للكوابل البحرية؟ وانت عندك هنا من ضمن الخدمات برضو اللي هو الانتي ار اي بيرخص بيها الكوابل البحرية اللي هي بتنقل حركة الانترنت وحتى كمان الفويس كمان. الكابلات دي على اعماق كبيرة جدا في البحر الابيض، وبتطلع تمشي على الارض المصرية وتنزل في البحر الاحمر. الكلام ده عشان يتعمل برضو يتعمل موجب ترخيص. الانتي ار اي هو اللي ايه بيصدر هذا الترخيص. فكان لابد ان احنا نعمل تعريف الاتصالات، وايضا في تعريف تاني اسمه خدمة الاتصالات اللي هي كنا بنتكلم عليها التليكوميونيكيشن سيرفيس. هنا القانون عرفها بانها توفير او تشغيل اتصالات ايا كانت الوسيلة المستعملة. طب ايه الهدف من هذا التعريف؟ عملية التنظيم اللي قلت عليكم قلت لحضراتكم عليها، ما ينفعش اي حد يقدم خدمة اتصالات كده برا الصورة او برا التنظيم اللي موجود او من غير ترخيص، فعش. فعشان طيب اللي انا بقدمه ده امتى اسميه خدمة اتصالات وامتى ما اسموهش كده؟ فكان لازم هذا التعريف. يعني انا لما ادي لحضرتك التليفون عشان تتكلم فيه يبقى انا بقدم خدمة اتصالات؟ لا طبعا. لكن علشان انشئ بقى ابراج واوصل كوابل واعمل العمليات الكبيرة جدا اللي بتعملها الشركات الكبرى دي، كده بيقدم خدمة اتصالات. في الاخر هذه الخدمة بمقابل، وفي الوقت نفسه أنا عشان أقدمها بدفع مقابل للدولة. ما في مليارات اتدفعت. اتصالات مصر في سنة 2006 دفعت قرب 17 مليار جنيه عشان تاخد الخدمة دي وعشان تحصل على الترددات اللي هتشغل الـ 2 و 3 جي. يبقى أنا كدولة ما ينفعش إن أنا أكون باخد هذه المليارات من شركة زي شركة اتصالات مصر وبعد كده أسيب أي حد يأدي أي خدمة للناس من غير لما يكون في حساب على هذا الكلام أو ترخيص بهذا الموضوع. يبقى كده الدولة فيها عبث على طول. الشركة دفعالي مليارات ونفس الخدمة دي بيقدمها واحد جنبي ما دفعش حاجة. لا، يبقى عشان كده جاءت فكرة اننا نعرف خدمة الاتصالات. طب شبكة الاتصالات، شبكة الاتصالات دي مهمة قوي ان احنا نبقى عارفين التعريف بتاعها. عرفت بانها النظام او مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات.
شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية المكونة لهذه الشبكة. خلي بالك بقى من الأراضي والمباني والأعمدة والهياكل والآلات وكابلات ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي. كل ده اسمه شبكة، شبكة اتصالات. طيب ايه بقى أهمية هذا الموضوع ان انا اتعرف الشبكة بالشكل ده؟ زي ما انتوا عارفين هندسيا شبكة الاتصالات هي روح الاتصالات. ما ينفعش ان انا اقدم خدمة اتصالات الا من خلال هذه الشبكة. الشبكة دي كل التفصيلات اللي قلت حضراتكم عليها مهمة جدا لوجود هذه الشبكة. وطالما هذه الشبكة بهذه الأهمية يبقى أنا لازم أحميها وأتعامل معها باعتبارها أنها من ضمن البنية الأساسية الحرجة، يسموها كده مصطلح يعني في الدولة، زي ما شبكات الكهرباء برضو من ضمن البنية الأساسية الحرجة، شبكات الصرف الصحي بنية أساسية حرجة، وهكذا المياه، واللي انتوا عارفين بقى كل الشبكات المشروعات الحساسة والقومية دي بنسميها شبكة البنية الأساسية الحرية، وبوضع لها نظام للحماية كبير جدا والتأمين، لأن دي لا قدر الله لو حصل لها أي حاجة هيحصل عندي مشكلة في البلد. من ضمن وسائل هذه الحماية، غير طبعا انك تضع مثلا مجموعات للأمن وتأمنها بقى من الناحية التقنية وتحاول تعمل نوع من انواع السايبر سيكوريتي عليها، غير كده لازم بقى كنت تعمل حاجة في القانون ان انا اجرم اي اعتداء عليها، وتجريم مغلظ زي ما هنعرف بعد كده جناية. يعني اللي هيجي يتلف كابل ولا يوقع حيطة في 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 سنترال ولا هيحفر مش عارف هيوقع يعمل ايه، يترتب عليه قطع الاتصالات ولو مؤقتا جناية، اللي عمل كده يروح محكمة الجنايات وياخد عقوبة تصل إلى أقل حاجة فيها 3 سنين سجن. وأنا لازم أعمل كده علشان أحمي هذا المرفق وهذه الشبكة، لأن زي ما اتفقنا إنها هي دي روح الاتصالات. يبقى هذا التنظيم القانوني لابد ان يؤدي الى هذا، انظم اقول الموضوع عبارة عن كيت وكيت وكيت، والالتزامات هي كيت وكيت وكيت، والواجبات هي كيت وكيت وكيت، وفي الوقت نفسه اللي هيخالف الكلام ده هيعاقب بكيت وكيت. يبقى كده الصورة واضحة، ابقى انا عارف اعمل ايه وما اعملش ايه، وفي الوقت نفسه الدولة يبقى كده نظمت الايه المرفق ده او القطاع ده. فده تعريف مهم. ايضا عندنا تعريف اسمه الشبكة الخاصة او البرايفت نتورك، هو عبارة عن ايه؟ نظم الاتصالات التي توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات عامة، وذلك دون تقديم خدمات اتصالات للغير. يعني ايه كلام ده؟
يعني مثلا بنك مصر، بنك مصر ده عنده شبكة اتصالات عشان تتصل أفرع بعضها ببعض والمركز الرئيسي والحاجات دي كلها. الشبكة دي بيسموها شبكة داخلية أو شبكة خاصة، دي لمستخدم واحد زي ما بيقول التعريف. مين المستخدم الواحد؟ هو بنك مصر. ولا تقدم خدمات للغير، يعني تقدرش انت تخش على الشبكة دي اي واحد كده يستعملها لغير الاغراض المخصصة لها. تقدرش تتصل بالبيت مثلا وانت بيها، لا انت دي عشان تتصل بس بالافرع بتاعة البنك، سواء كان البنك بقى وهيئة زي هيئة قناة السويس عندها شبكة خاصة وهكذا. طب ايه بقى اهمية هذه الشبكة الخاصة او اهمية ان احنا نعرفها؟ ان الشبكة دي لا تحتاج الى ترخيص، لا تحتاج الى ترخيص. خلي بالنا اول مسألة دي مهمة اوي. عملت انت شبكة خاصة، ما انت لو عملت جوه البيت عندك، هفترض ان انت ساكن في بيت مثلا فيلا دورين او ثلاث ادوار وعملت شبكة للاتصالات الداخلية، هنا ما انتش محتاج تروح تاخد ترخيص من الانتي ار اي، طالما هي شبكة سلكية. لكن لو لاسلكي تروح تاخد ترخيص. يبقى عند الحديث عن الشبكة الخاصة فهو حديث يتعلق بمستخدم واحد لا يقدم خدمات للغير، طبيعة الشبكة أنها تكون متصلة بالشبكة العامة ولكن خاصة بمستخدم واحد، وأنها تكون شبكة سلكية. كل ده إذا توافر يبقى حضرتك ما انتش محتاج ترخيص، اعملها بقى زي ما انت عايز. لكن لو هيبقى فيها لاسلكي يبقى دي تحتاج الى ترخيص. اتفضل. اللي هو ايه؟ الشبكة الخاصة؟ لا طبعا، الشبكات عموما شبكات الاتصالات تدخل ضمن مفهوم البنية التحتية الحرجة، طالما الخاصة اللي مش محتاجة ترخيص لا. لكن اللي هو طبعا اللي فيها لاسلكي طبعا تدخل ضمن الشبكات اللي ايه الاتصالات، واللي دي بديها حماية زيادة عشان خطورة لا قدر الله لو وقعت. انت النهارده لما نيجي نخش على البنك ونقول مثلا انا عايز اسحب مثلا من رصيدي، يقول لي انا اسف الشبكه واقعه، خلاص الدنيا قفلت، خلاص بتروح لامم نفسك وطالع بره على طول. مش هقول بقى والله الحسابات فيها موجود المفروض يبقى فيها دفاتر واوراق وبتاع، لا خلاص. نفس الحكايه في وقت من الاوقات حصل، يمكن ما كنت يعني كنت انتوا يمكن في سن احدث من كده شويه، شبكه فودافون وقعت واقعه 6 ساعات لا بتتصل بحد لو انت عندك خط فودافون ولا اي حد بيتصل بيك، الدنيا وقفت تمام. عملت مشكله وعملت ازمه، وبعد ما يعني الجماعه في الانتي ار اي طبعا راحوا وشافوا النوك هناك عامل ازاي وايه المشكله والسويتشات وبتاع، عرفوا المشكله واتحلت بعد اخذ فتره طويله. فكان لابد طبعا انك انت تعوض المستخدمين عن هذا القطع، وتم طبعا التعويض ان هو اداهم 2 ساعة مجانا، اتكلم مجانا. ما هي الهيئة دي
اللي تحولت في شق منها الى الجهاز، والباقي شركه مصريه للاتصالات. ليه وي دلوقتي؟ والهيئه القوميه دي مبقاش ليها وجود دلوقتي. طيب، تعريف برضو المهم قوي الاخير اللي احنا هنتكلم عليه النهارده يتعلق بما يسمى بالترابط، الترابط او الانتر كونكشن. قبل قانون 10 لسنة 2003 كان المحمول اشتغل، لانه اشتغل في 98. طيب الوضع كان ايه؟ انك انت بالتليفون المحمول، لو انت كنت عندك تليفون موبينيل، تكلم كليك وقتها اللي هو اصبح بعد كده فودافون، وموبينيل دي اللي اصبحت اورانج بعد كده، تكلمه في تليفون المكالمة تتم. طيب لو حبيت تبعت له اس ام اس رسالة ما توصلش. طب ليه؟ لان شبكة التليفون المحمول وقتها كان شغالة على الفويس بس، وشغالة على الفويس من خلال شبكة المصرية للاتصالات. ما انا زي ما قلت لحضراتكم، المصرية للاتصالات هي تملك البنية التحتية كلها، سنترالات اللي كلنا عارفينها، فهي بتقدم اللي كانت الايه؟ الفيكست، اللي هو التليفون الثابت ده يشتغل بس صوت. فكان برضو المحمول وقتها لما يشتغل ويستخدم هذه الشبكة، لان مفيش احسن من كده، شبكة واصلة لكل حتة في مصر، كل سنترالات في انحاء الجمهورية واصلة للبيوت كلها، فشبكة جاهزة يعني. فالمصري الشركتين المحمول وقتها قالوا باتفاق كده مع المصرية للاتصالات، هنستخدم الشبكة بتاعتك عشان نوصل الصوت من خلال التليفون المحمول. لكن الاس ام اس ما كانش بيوصل. فجه القانون بقى وتحدث عن الانتر كونكشن او الترابط. قال لك لا، ما ينفعش. كل الشبكات مع اختلاف الانواع الخدمات الاتصالات التي تقدم عبرها او عبر هذه الشركات، يعني الشبكات اسف، لابد انها تترابط فيما بينها. يبقى فيها انتر كونكشن. يعني انا لو حبيت من خلال هذا التليفون المحمول ان انا اتصل بالتليفون الثابت اتصل، حبيت ابعت رسالة ابعت رسالة، حبيت اتصل بالانترنت اعرف اتصل، حتى الساتلايت اتصل لو في شبكة للساتلايت. وطبعا بقى كل ما يتعلق بالانترنت بصفة عامة برضو عن طريق المحمول اعرف، لان هو ده الانتر كونكشن. انما تقوليش والله لا ده انا ايه بس هعمل لك ايه، هديك خدمة الصوت بس، لكن الرسائل لا. لو في فيديو كول اقدر اعمله اعمله، الاجتماعات اللي بتتم عن طريق الزوم والفيديو كونفرنس والحاجات دي يتم. ليه؟ علشان القانون بقى 10 اللي احنا بصدده ده نص على وجوب ان يتم الترابط بين مختلف الشبكات. هي شبكة المحمول اصلا مش ممكن ما بقاش عندها نفس المواصفات بتاعة شبكة الثابت،
فهيش ملزمة بهذا، هي تقدم خدمة التليفون محمول، لكن لا لازم يبقى فيها تواصل أو ترابط مع الايه شبكة الثابت. ومن هنا جه أهمية تعريف الانتر كونكشن، وتم تعريفه على النحو الآتي: الترابط هو التوصيل بين الشبكات المرخصة بها لمشغلين أو أكثر، والذي يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو الخدمات التي يستعملونها. يبقى كل واحد يعمل حسابه أنه دايما إيه يعمل عملية الترابط دي لما يبني الشبكة بتاعته. بسرعة كده مع بعض هنقول، هنتكلم في أربع قواعد يقوم على أساسها أو يقوم على أساسها مرفق الاتصالات، ودول دي على فكرة القواعد دي هامة جدا، عشان لما اختلف الوضع ما بين أن الدولة هي كل حاجة وان دلوقتي اصبحت الدولة مجرد انها منظم فقط للمرفق. اول قاعدة اسمها علانية المعلومات. علانية المعلومات بمعنى طالما انا فتحت المجال واصبح الموضوع مش دولة فقط، عشان اقول ان الحاجات بتاعت الدولة والله لازم تبقى سرية ونخاف عليها والكلام ده كله، لا، المسألة دلوقتي تتعلق بتنظيم قطاع ومرفق بأكمله، فلا بد أن تكون المعلومات فيها علنية، وهذه العلنية تتعلق بخدمات الاتصالات. يعني زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في الترابط، يعني أنا مثلا كمصرية اتصالات قوي عايز افتح الشبكة بتاعتي عشان يترابط عليها المحمول. طب المحمول ده عشان يترابط عايز يعرف شوية حاجات، شوية معلومات، معلومات تقنية عن الشبكة نفسها. انت بتستخدم، يعني ان صح التعبير، طبعا انتوا مهندسين تفهموا اكتر مني، يعني انا عشان الاي 1 اللي انا هستخدمها عشان اربط معاك ايه، السيرفرات عبارة عن ايه، انت بتستخدم اني نوع. ما تجيش تقول لي بقى لا والله ده سر، ده سر الشركة. لا، ما فيش حاجة اسمها سر، ده انا هترابط معاك وهتديني الاي 1 ده بكام، وهستخدم السيرفرات، يعني شوف بقى انتوا طبعا عندكم معلومات اكتر مني، بكام كل ده بكام. لازم تعلن عن المواصفات بتاعه الشبكه بتاعتك عباره عن ايه وكل حاجه بكام عشان اربط معاها، لان لو الاسعار دي هتناسبني هربط، مش هتناسبني مش هترابط، او حتى هيبقى فيها نيجوشيشن. يعني نيجوشيشن، يبقى هنا علانية المعلومات دي أول قاعدة من قواعد الاتصالات، وليس هناك سرية في الأمور إلا فيما يتعلق بطريقة عمل كل شركة. بقى أنت حر، بقى أنت مثلا بتدي المرتبات دي ما بتديهاش الشركة التانية، دي أسرار لك الحق أنك تحتفظ بيها، لكن فيما يتعلق بمواصفات الشبكة وتشغيل الخدمات اللي عندك لازم يبقى فيها علانية. القاعدة الثانية حماية المنافسة الحرة. طبعا انا كان زمان كنت انا الوحيد، الدولة الوحيدة هي اللي بتعمل كل حاجة، ما عنديش منافس، ولغاية دلوقتي في حاجات ما اقدرش ان انا افتح المنافسة فيها، زي التليفون الثابت.
قولوا لي بقى حضراتكم كده مين يفكر يعمل شبكة تليفون ثابت في مصر تاني غير المعمولة عند المصرية للاتصالات؟ لا يمكن. ده مين ده اللي هينشئ السنترالات دي كلها ويمد الكوابل ويعمل ابراج والكلام ده كله؟ في الاخر هيقدم دقيقة المكالمة خمس قروش او بعشر قروش، لا بعد كل دقيقة بتزيد مش عارف كام. مشروع خسران يعني. فده نعتبره احتكار، احتكار، بس احتكار جه الظروف اوضعته في هذا الموضع. لكن القاعدة الرئيسية ان في منافسة. انا عندي النهاردة في التليفون المحمول منافسة بين ثلاث شركات او اربع شركات لو ضمنا مصرية الاتصالات. عندي في الانترنت منافسة بين الشركات اللي بتقدم خدمة الانترنت. وزي ما هنيجي بعد كده في حتى عملية استيراد الاجهزة والمعدات وبيعها في السوق المحلي، شركات كتير راية وغيرها من الشركات اللي بتستورد والكلام ده كله. لازم اخلق لهم جو او مناخ قانوني سليم في المنافسة. يعني اذا اديت لحد فيهم ميزة لازم اديها للاخر، بحيث ان الكل يستمتع بنفس الايه المواصفات او نفس القواعد ونفس الالتزامات ونفس الواجبات والمنح حتى اللي انا بديها لاي شركه من الشركات. اديت الترخيص ده لفودافون بمبلغ كذا، يبقى اديه برضه لاورانج بنفس المبلغ، لان هقدمه نفس الخدمه. هي دي المنافسه بقى الايه اللي انا بتكلم فيها، واللي هنا لابد ان قطاع الاتصالات يحترمها ويضعها من ضمن القواعد ايه الرئيسيه. القاعدة الثالثة تتعلق بما يسمى بتوفير الخدمة الشاملة، Universal Service. ايه بقى حكاية الخدمة الشاملة دي؟ عودة اللي انا بدأت بيه حديثي، الدولة ودورها ان هي الملتزمة وفقا للدستور بتقديم خدمة الاتصالات وتوفيرها، زي ما فكرة الايه المرفق العام اللي احنا قلنا عليه. لكن الدولة دلوقتي وفقا للتنظيم اللي انا قلته لا تقدم الخدمة. الانتي ار ايه ما بيقدمش خدمات. يعني لو حضرتك رحت الانتي ار ايه وقلت له اديني خط محمول، هيقول لك مع السلامة. اديني خط ثابت، مع السلامة. انا ما بيعش خطوط. روح للشركات. خلاص؟ طيب، الدولة عندها هدف رئيسي انها توصل خدمات الاتصالات في كل حتة في مصر، صح ولا لا؟ يعني ما ميز اللي عايشين في القاهرة عن اللي عايشين في اسكندرية، عن اللي عايشين في كفر الشيخ، اللي عايشين في السلوم، في شمال سيناء، في حلايب وشلاتين. بما موجودين في مصر يبقى لازم توصل لهم الخدمه. طب انا كدوله زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي ما بقدمش الخدمه. خلي بالنا لو سمحتوا، الدوله لا تقدم الخدمه، تقدم عبر ايه؟ الشركات المرخص لها. طب النهاردة شركة فودافون تروح تبني شبكة في السلوم ولا في الوادي الجديد ولا في شرق العوينات، هيجي لها كام يعني من الكلام ده؟ دي شبكة هتخسرها، هتبيع كام خط هناك؟ مش زي القاهرة واسكندرية والجيزة، لا. لكن انا عشان عايز ان الخدمة تبقى شاملة لانحاء الجمهورية، فهنا الانتي ار ايه بقى
يأتي بالشركة يقول لها والله أنا عارف إن أنت بتقدمي وأنت هدفك الربح والناحية الاقتصادية عندك لها أهميتها، لكن أنا عندي التزامات أخرى كدولة بمثلها أنا كأنتي قريه، أنا عايزك توصلي الخدمة على في محافظة مرسى مطروح والسلوم وشارع العوينات على الطرق والكباري الجديدة. يعني ما شاء الله احنا بنعمل طرق كتيرة جدا، الطرق دي ممكن معظمها ما بقاش عليها خدمة، دي مسألة خطيرة جدا، لا قدر الله لو عربيتك عطلت خلاص مش هتلاقي حد ينجدك. انا اقول له لا، لازم توصل الخدمة على هذه الطرق، لازم توصل الخدمة على هذه المناطق النائية. اساس الموضوع ده ايه؟ الخدمة الشاملة. طب هو يقدمها هيخسر؟ اقول له لا، انت هتبني الشبكة بكام؟ بكذا، متوقع انك تبيع الخدمات دي للناس اللي هناك العدد قليل بقد ايه؟ كذا. هتخسر قد ايه؟ كذا. اللي انت تخسره ده اهو انا بدفعه لك. يبقى انت قريه على طول يروح معوض او يعمل المشروع نفسه اللي الشركه تعمله بس على حساب اللي انت قريه. يبقى انا كسبت انا كدوله ان انا وصلت الخدمه للاماكن دي، لان انا ادرك اهميه توصيل الخدمه اليها، وفي الوقت نفسه ما خسرتش الشركه، وفضلت الشركه اللي ايه تحافظ على موقفها من ناحيه الايه الربح. فدي مساله مهمه قوي، اليونيفرسال سيرفيس دي او الخدمه الشامله دي. القاعده الثالثه اخر حاجه، حمايه حقوق المستخدمين المتعاملين او المشتركين. احنا المستخدمين كل من يستخدم خدمه الاتصالات يسموا بالمستخدمين. هؤلاء المستخدمين لابد ان انا احميهم. لو سبت لو الدولة سابت المستخدمين في مواجهة الشركة، لا الشركة هتسوينا بقى وتحط اسعار بقى زي ما هي عايزة، تقول لك دقيقة المكالمة بعشرة جنيه انا عايز اكسب، والباقات بقى خد عندك وهكذا بقى من الممارسات. احنا يمكن بنتضايق بعض الاوقات كده مع الشركه في حاجات وبتاع، ويقول حسبوا عليها ايه ومش حسبوا عليها. ان انا اسيبها كده في مواجهه مباشره بينهم وبين بعض، لا، الدوله بتتدخل بقى وبتراجع كل عقود المستخدمين. العقود المطبوعه دي تم مراجعتها في الانتي ار اي، وكل حاجه بنتدخل ازاي نحمي المستخدمين. واكبر حمايه هي الاسعار، ان اصبحت ما زالت الاسعار في المحتمل رغم الزيادات كلها اللي حصلت في كل حاجه حوالينا، لكن ان كان حصل زيادات في الانترنت شويه وفي المكالمات الصوتيه وبتاع، لكن لا تقارن بالزيادات الاخرى، لان دي خدمه اساسيه في الوقت نفسه. واللي اهم من المستوى الاسعار جوده الخدمه، ان حضرتك لما تيجي تفتح تليفونك وتبتدي تجري اتصال، الاتصال يجرى فعلا ويتم باي وسيله ثابت محمول الانترنت وهكذا. انا كان زمان فتره بقى ما قبل الكلام ده، ويمكن كنت تشوفوها عبر الافلام القديمه، ارفع السماعه ما فيش حراره، تقعد تخبط ما فيش فايده، قالوا نقطة قالوا مش ما فيش فايدة، وكانت المكالمة بتقطع والخدمة سيئة جدا. دي انتهت خلاص، انت دلوقتي تجري الاتصال بأي وسيلة، التليفون المحمول عندك عطلان، عندك الثابت عندك النت، هتجري الاتصال هتجري. وهو ده بقى اللي كان مستهدف، وهو ده يمكن اللي اتحقق بنسبة كبيرة جدا. أشكركم، إن شاء الله نلتقي مع بعض بقى الأسبوع اللي بعد الجاي.